أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا بكم من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب وبودكاست من أبو لبس. حديثنا اليوم سيكون عن الخيال، والخيال هو العنصر الأساسي الذي يفرق بين الإنسان وبقية الكائنات الحية كما يقول الفلاسفة وكما يقول المناظرون أيضا وكما يقول الشعراء، ولكن يقولون ذلك بطريقته. حديثنا اليوم سيكون مع شاعر. ميزته الأهم أنه شاعر إعلامي حاور الكثير من الشعراء وحاور الكثير من الأدباء والكتاب والمفكرين، كما أنه منذ سنوات استحدث مهرجانا للشعر الدولي في مدينة طنطا، تحول بعد فترة قصيرة إلى مهرجان دولي يحظى بسمعة عالمية كبيرة، استضاف خلاله مجموعة كبيرة من الشعراء على اختلاف ألسنتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم الفكرية والشعرية. الأستاذ محمود شرف، أهلا وسهلا بك في بودكاست من أبو ظبي من معرض أبو ظبي الدولي. أهلا بك يا أستاذ وليد، أهلا بكل بيتابعونا، وسعيد جدا بوجودي معك. أول بودكاست لي في حياتي بالمناسبة. المرة أول مرة مهندس إعلامي قدير ومعتاد على الكاميرا، يعني تقدم برامجك على الهواء مباشرة منذ سنوات طويلة. واضح إن أنا يعني عجزت شوية في دقة قديمة مراجعة الحديث في هذا العصر في التقنيات شوية عندك. أنت عارف، أنت قلت في المقدمة، وبشكرك جدا طبعا المقدمة الجميلة دي، قلت إنه من مميزاته إن هو الأجوار كوني شاعرا فهو أيضا إعلامي وكذا. أظن إن الثنائية دي أثرت في مسيرتي في الناحيتين. إيش رأيك؟ إحنا دخلنا في السقنين على طول. شوف، أنا بقى بشتغل إعلامي من سنة 99. في بداية 99 بدأت العمل كمذيع كمعد برامج في إذاعة صوت العرب من القاهرة، على أن أتدرب للتحول إلى العمل كمقدم برامج في نفس المحطة الإذاعية صوت العرب الشين. طبعا. وفي الحقيقة أنا ما خرجتش هوا، يعني ما اشتغلتش مذيع أو معد أو مقدم عفوا، فقط كنت معد برامج وعددت برامج وتدربت للعمل كمقدم، ولكن حالفني الحظ للانتقال إلى قناة النيل الصحفية بمجرد أن أمضيت عدة شهور قليلة يعني في إذاعة صوت العرب. كانت جديدة في ذلك الوقت، كانت سابقة على هذا التاريخ بعام تقريبا، يعني شيء في أوائل 98. أنا اشتغلت في قناة نيل الثقافية من منتصف 99 تقريبا، وكنت بقى شاعر بنشر. لايك في الوقت ده كان عندي 25 سنة، عجوز شوي، بدأت مؤكرا يعني فأنا بدأت أنشر قصائدي منذ عام 1993. ده كنت لسه في العام الأول للدراسة الجامعية. بعد 6 سنين اشتغلت في التلفزيون، طوال 6 سنوات كنت بنشر قصائد. ما علاقتك بالشعر؟ وسوف نعود الى ذلك لاحقا، اعتبرها وقفه، ولكن اللي نتذكرها ان علاقتك بالشعر بالاساس لانك ابن شاعر وشاعر من الشعراء العرب القديرين الذين اشتهموا في زمنهم وفي عصرهم وحتى هذه اللحظه. سنعود الى هذه الفكره، هل كانت مشكله ان تكون ابن شاعر؟ هل عانيت من أجل التحقق شاعرا أم لا؟ ولكن سنؤكد الإجابة على ذلك حتى نضعنا في بداية. مش هنسى السؤال، لأنه سؤال مهم وجوهري وطول الوقت أصلا بصطدم به، يعني يعد حقيقة وجودية في مسيرتي. فبس فلما دخلت التلفزيون كنت طبيعي أصلا متواجد، وكنت نشرت ديواني الأولين. الديوان الأول كان اسمه هو الطبيعية، ده نشرته سنة 1997. هو الطبيعية جمع هو نعم، وده كان على نفقة الشخصية طبعا محدودة، وكنت لسه في العام الأخير في دراستي الجامعية،
بالمناسبه انا خريج اداب قسم اللغه العربيه وادبها. ثم نشرت ديواني التالي والثاني وكان بعنوان مهنه التنفس. ده نشر بقى، ده كان اول نشر عام ليا. ده نشرت كنت تكتب التفعيله يعني كنت اكتب التفعيله ولكن اخترت ان انشر قصيده النثر يعني منذ البدايه. لا لم انشر التفعيله مباشره بالضبط، يعني منذ هو الطبيعيه ومرورا ب مهنة التنفس ثم صناديد أيادها الطيبة، فتنة حكاء عابر، عين الذئاب وقصائد أخرى، شرفة تنظر إلى الداخل. سأضيف سؤالا إلى الفقرة التالية، هل كان هذا الأمر تمردا على الوالد المنتمي إلى هم؟ ممكن نعمل بودكاست تاني على الوالد وعندي قصة نعود عليه. لا أتحدث عن الوالد، الوالد يحتاج إلى حلقات، لكن أتحدث عن هذه العلاقة التي احيانا تتسبب في اخفاق وفشل تجاهل للابناء او ونجاح باهر احيانا. صحيح. يبقى كده عندنا سؤالين في الصندوق يعني ماشي. بس فارجع تاني للجمله اللي انا بدات بيها الكلام في المنطقه دي، انه يعني اخذ مني الاعلام شاعرا الكثير فاهملت الشعر. ستجد ان انتاجي الشعري يعني ليس بغزارة إنتاج زملائي أو مجايلية. أنا أنتمي إلى جيل التسعينيات في الشعر المصري الحدوث، وجيل يعني سعيد الحظ بانتماء عدد كبير من المبدعين المهمين جدا له. بالضبط كده. كان يعني في الحقيقة لو تتبعت مسيرة الشعر المصري، الشعر العربي في العموم يعني الحديث، ستجد أنه هناك ثلاث محطات مهمة جدا، وهي محطة التأسيس التي أتت على يد رموز هذه المحطة الكبار زي نزك الملائكة يعني ويعني أحمد عبد المعطي حجازي وحتى عبد المنعم عواد يوسف، حتى في بعض الأسماء يعني للأسف لم تأخذ حظها من الشجرة يعني. وطبعا يعني عبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب وأسماء بصراحة صبور طبعا، مش عايز أنسى بس أسماء لأنه ده ذكر ليس تفضيلا يعني. ذكر الأسماء ليس تفضيلا. المحطة التالية من المحطات الثلاث التي أشير إليها يعني في حديثي هي محطة جيل السبعينيات. أتحدث بالأخص عن الجيل السبعينيات في الشعر المصري الحديث. وأيضا هناك تياران مهمان جدا في هذا الجيل، ولكن للأسف تيار منهما لا يؤتى على ذكره يعني للأسف. على أي حال، المحطة الثالثة المهمة هي محطة جيل التسعينيات. يعني هذه المحطة أسهمت بشكل كبير جدا في يعني تغيير التصور عن الشعر و الشاعر ووظيفة الشاعر. كل هذه الأمور كانت تحتاج إلى ثورة معرفية جديدة أتى بها أبناء جيل التسعينيات. طبعا أسماء يعني أسماء بارزة جدا، إيمان مرسال، أحمد يماني، ياسر عبد اللطيف، وأسماء كثيرة أخرى يعني غيرهم لا أحب أن أنسى أحدا من أصدقائي جميعا. نبالك أن أتذكر نبالك بالضبط. أظن أنه العمل الإعلامي أخذ مني شاعرا الكثير، لأنه أنت أيضا يعني اشتغلت سنوات طويلة في الإعلام الصحافي وخاصة الصحافة وكذا. أظن كان عندك أيضا تجارب في العمل الإعلامي التلفزيون صحيح؟ بس يعني عاينت الحال يعني. لكن أنت تعتبر أخذ منك شاعرا، عندي وجهة نظر مختلفة، ولكن الحديث معك كيف أخذ منك شاعرا؟ هل يعني كل قصصت كل جهدك؟ أعتقد أنه كل حوار أديره مع شخصية مبدعة كان يسرق مني قصيدة. يعني كنت الكلام يبدو منطقيا، ولكن لماذا لا تعتبر العكس يغذي خيالك فيغذي
يعني على صنع قصيدة جديدة. حلو. هو هنا القصة بتبقى معتمدة أو متوقفة على فكرة أنت رايح تعمل إيه. أنا جاي الاستوديو النهاردة عشان أعمل إيه؟ أنا جاي الاستوديو عشان أبقى على نفس قدر الإبداع بتاع الضيف. فتستهلك يعني هذا الأمر يستهلك يعني كنت تعاني من نزيف مستمر صحيح طول الوقت يعني وليس اكتنازا لخيال يشعله لقاء مع شخصية مبدعة وإنما على العكس هو إفناء للمصروف لك يعني هي صورة مرعبة هي صورة مرعبة للغاية حتى تنتبه حتى نعم إلى أن تنتبه الحديث دائما عندنا العمل في الإعلام يثب متسيدة ولكني في الحقيقة شاهدت تجارب أخرى وقرأت عن تجارب أخرى بيكتن المدعين كانوا يعتبرون العكس أن العمل في الإعلام والصحافة يغذي المسيدة ويبصد وأن الحوار مستمر مع أفكار خلينا ناخد السائل إذا كنت شاعرا هذا رائع المنطق يقول أنه إذا أيضا أضفت إلى كونك شاعرا بعدا آخر هو البعد النقدي وتمكنت من الأدوات النقدية والنظريات النقدية وكذا فبالطبيعي أو التدرج الطبيعي يقودنا إلى أن إلى أنك ستكون شاعرا أكثر قدرة يعني أكثر قدرة وامتلاكا صحيح؟ قدرة على التعبير عن السيادة مش كده؟ في وسيلة التواصل التي تجد طيب الشعر. هذا على أرض الواقع ضحضة ضحضا تاما يعني في تجربتي كل لا مش في تجربتي في تجارب آخرين ولا اعفني من أن أذكر أسماء لنماذج يعني ولكن هم معرفون يعني كثيرون ما هو معرفون يعني كل من كان شاعرا كل من هو شاعر وتحول إلى ناقد أكاديمي سقط شعره أو انكسر شعره على الأقل ربما تجربته بيت وهل لأن يكون شاعرا لأن شعراء كبار لأنه شعراء كبار مش عايز أقول أسماء يعني إذا في تجربتك أنت أخذ الإعلام منك شاعرا صحيح إلى أن تنتبه إلى أن وقفت لفترة طويلة نعم. عملية هذا يعني واضح من حتى تواريخ نشر الدواوين هي مش معيار أساسي طبعا ربما أكتب ولكن لا أنشر ولكن في الحقيقة في الحقيقة كانت أحيانا ينصرف الشعر عني لفترات فترات تطول وتقصر أحيانا وأحيانا يكون هناك توهج للخيال فيكون هناك يعني كتابة مستمرة فيعني من 97 بداية نشر الديوان الأول 99 ديوان التالي 2004 ديوان الثالث 2009 ديوان الرابع و 2012 خامس 16 السادس لو شفت المتوالية دي 21 السابع هتلاقي المتوالية دي وكأنه كل أربع أو خمس سنوات بنشر ديوان من الدواوين في الفترات البينية يكون هناك مد وجزر للكتابة نفسها أظن أنه أيضا في تجربة كانت مؤثرة في المسار أيضا عفوا عندي أفكار كتير هكلمك عنها برضو فيما يتعلق بفكرة الشعر يعني أنا في رأيي أو في قناعتي أنه الشعر لا يحب شركاء أو الشعر ملوش شريك زي الفريق كده زي ما بنقول عندك فإذا دخل على الخط مع الشعر غار الشعر وغار صحيح غار وغار في وده أنا قناعة مثبتة يعني قناعة أثبتتها للتجربة يعني إنه مع الإعلام لما إذا لم أنتبه غار الشعر وغار مع بعد ذلك بقليل في منتصف العقد الثاني في الألفية الجديدة بدأت أكتب مقالات
في الرحله بالاخص، وانت كنت شاهد على تجربه كتابه المقالات. يعني طبعا كان شرف عظيم ان انا اقعد سنوات انشر في هذه المجله الرائعه مجله التراث. هو لديك اسلوب جيد في الرحله، وانت بالاساس يعني مترحل جيد، مترحل قادر على الملاحظه وعلى نقل فؤاد جميل وعلى نعم انت يعني انت تريد هذا، وانا اشكر على هذا الامر بشده يعني. ولكن ايضا اعود بالسؤال خطوه الى الوراء، فبيقع الشعر، بيقع الشعر منك برضه. انت تستطيع ان تستخدم هذه المخيله نفسها التي استخدمتها مترحلا تكتب سردا جميلا، كنت تستطيع إذا كان الأمر بالقرار أن تحول هذه الطاقة والقدرة في الشعر. نعم. ولكنك لم تفعل. نعم. هذا سؤال آخر. إذا لماذا صرفت خيالك إلى ليس أنت قادر على الكتابة عندما تقرر ذلك؟ هل لأن الشعر كما يقال وحي وإلهام ويتنزل من سماء الخيال؟ لا، يعني الشعر لا يأتي ولا يذهب إليه. لا أقول لك، لأنه الشعر شروطه قاسية جدا، الشعر شروطه في غاية القسوة. أولا لا يجدر بك أن تكتب ما كتبته قبل من قبل. يعني إذا كنت هتكتب قصيدة كتبت مرة، سواء كنت أنت كتبتها مرة أو آخرون، وللأسف أنت الشعر يعني مش عايز اقول غدار، انما عايز اقول مخاتل جدا جدا. يعني تخدعك القصيده، يخدعك النص، ويوهمك انك انه ملكك من نفسه يعني، ثم فجاه يتركك في العراء يعني. ولكنك لا تؤمن بمنطق الوحي والالهام وتوجيهك بهذا الشكل، ان الامر سيتدفق بمفرده دون بناء من الشاعر اذا كان إذا كنت الحاح الصور على ذهنك بما يدفعك لكتابتها تسميه إلهاما وكذا، هو إلهام هو من وجهة نظري هو اكتناز مخيل. يعني هذه المساعدة حين تكتنس فهي تتدافع فيها صور. صحيح، ده صحيح في الخروج، ده صحيح. فأنت أنا أعرف أن مخيلتك تكتنس، ولكنك تخرج ذلك في الكتابة السردية مثلا في أدب الرسائل بشكل هو الفكرة هنا أنت يعني معك قد إيه؟ أنت وصلك؟ يعني فكرة أنه والخيال ده وكأنه يعني وكأنه كتلة 2 كيلو خيال مثلا، هتصرفهم في ايه؟ هتصرفهم بقى في قصيده، هتصرفهم في اسمعني مما صرفت فيه خيال قليل قبل ان ننتقل الى فقره ده جميل جدا، وده فرصه عظيمه ان انا اقرا شعري. بالمناسبه انا عندي مشكله كبيره جدا، مش بس في اللي احنا اتكلمنا فيه وصراع الاعلامي مع الشعر، وايضا عدم صرفي المجهود الكافي. تعرف طبعا انه الامر ده بيحتاج مجهود، يعني على تجربتي، بمعنى انه يعني انا مقصر جدا في حضور الامسيات الشعريه اللي ادعى اليه، مقصر في نشر شعري، مقصر حتى في متابعه ما اكتبه مع النقاد. انت بتعملونا مع منتجين خلاص، انا كتبته خلاص اخرجته بالظبط. فبالتالي يعني من المرات القليله اللي اقرا شعري قدام هي المرة الأولى التي تقرأ فيها في بودكاست. طبعا أكيد يعني هذه بس أنا بعرف أقرأ كويس. خلل بيولوجي، أعمل كحمار ربطوه في الساقية ونسوه، ربما منذ قرن أو أكثر قليلا، حمار بأذنين قصيرتين قياسا إلى طبيعة الحمير، أدور حول الساقية حالما بتشكيلة من الأعشاب يضعونها على مائدتي في نهاية نهار طويل طويل جدا لا ينتهي. سأعود لاحقا لوصف اللون الأخضر لتلك الأعشاب،
أكثر ما يصيبني بالهلع أن يعلق الناف برقبتي لجر الساقية ليلا، عندها لا أجد ما يستحق إصاخة السمع على عكس النهار، فقط نقيق الضفادع على شاطئ الترعة أو في خطوط الحقول التي تبدأ في الامتلاء بالمياه. يعنفونني دائما كلما مددت رقبتي جائعا لالتقاط أعواد الذرة، يعنفونني لا أقول يضربونني حفظا لماء وجهي أمام الجمهور الذي أسجل مذكراتي أمامه هنا، رغم أنني شريك أساسي في هذا العمل. لا أحاول أن أستدر العطف، لكن رقبتي وهي تؤلمني شارفت على الانهيار. لا يلتفت أحد للأمر، لا يكترثون لمسألة جوعي أو أنني أخشى الظلام، لا يزجرهم سقوطي عدة مرات في الآونة الأخيرة مريضا، ولا ينبههم هذا إلى أنهم على وشك فقدان جهودي المهمة. بالنسبة للون الأخضر، هو الشيء الوحيد الذي يجعلني واصل الدوران حول الساقية، أحلم به أثناء سير الطويل حولها بينما يربطون عيني بغمامة تحيل الأشياء كلها إلى الأسود، الأسود الذي أخشاه كثيرا، فأهرب إلى الحلم باللون الأخضر سالف الذكر. أنا أيضا سأصبح سالف الذكر عما قليل. لا يصدقون أنني أخاف الظلام وأكره نقيق الضفادع، حتى خرير المياه وهي تنساب في الشقوق لم يعد ذا بال بالنسبة إلي، يذكرني بمشقة الطريق الذي يتعين علي أن أقطعه. أفضل العطش إذا لم تأتي المياه بغير هذه الطريقة، لكن هل سيقتنعون بقضيتي؟ أعمل كحمار بأذنين قصيرتين، ولا أعرف كيف وصلتني هاتان الأذنان، ربما لفساد جيني ما، أو لأنني أكره الأصوات وأن ينهروني لمجرد أن مددت رقبتي التي تؤلمني نحو ذراهم الذي يأكله. بشكرك أطب، هو الشاعر الكبير عبد الله شرف. نعم، وابن هو الشاعر الذي يتلمس طريقه للتعبير عن ذاته شاعر. نعم، هل ابتعدت عن شعر التفعيل عمدا لكي تخرج من عباءة الأول؟ يعني صيغة لن أعيش في الباب أبدي، أظنها صيغة يعني تلبست كل اللي في حالتي. هي عندي أصدقاء كتير طبعا من يعني حدثني عن مشاعرك. أنا وأنا صغير أبي يعني رحمه الله كان شخص جميل جدا، يعني حنون إلى أقصى درجة، كان يحب أن يصادقني يعني، وأنا كنت أحبه جدا. بس التعبير الحب أو التعبير عن الحب ربما بسبب نقص الخبرة والسن الصغير كان أحيانا يجعلني أنفر من هذه العلاقة، علاقة المحبة الشديدة اللي ما بين المتبادل. كنت أظن أنا الأقرب لي يعني في الحياة، إنما في الشعر الموضوع كان مختلف. بدايات كتابة الشعر عندي كانت مبكرة جدا، يعني 16 سنة 17 سنة، أظنها مرحلة مبكرة دي. أنا كنت قارئ جيد
وفجأة بدأت أكتب بعض الخربشات يعني، ولم أريه ما أكتب مرة. كنت أعرض ما أكتب على أصدقائه الذين كانوا معتادي الزوق زيارتي، معتادي الزيارة في المنزل. كان لدي من بينهم أصدقاء كثيرون يعني، يعني هم يحبوني عشان هم عشان ابن صديقهم، وأسد يعني علاقة ودية لطيفة. كنت أعرض عليهم ما أكتب ولا أريه ما أكتب أبدا. فوجئ أني عفوا نشرت قصيدة في مجلة الشعر، كان الكلام ده في 91 93 عفوا سنة 93، كانت برئاسة تحرير الكاتب الكبير الراحل الأستاذ خيري شلبي الله يرحمه. وقعد من اللي أخذوا إيدي في الطريق ده على فكرة، يعني جاي له تحياتي لذكرى العطرة. ففوجئ أبويا إنه أنا بنشر قصيدة، هو يسمع من أصدقائه إنه محمود بيكتب كذا. عايز أقول لك إيه اللي كان بيمنعني من إني أعرض عليه القصيدة، يعني كنت أكتب قصيدة تفعيل. وحين نشرت هذه القصيدة كانت تفعيل. إذا كنت نشرت تفعيل مثبت في تاريخ. لا مثبت طبعا، أول قصيدة أنشرها في حياتي كانت من قصيدة تفعيل. لا أنا نشرت عمودي بعد كده، عندي عندي نصوص، عندي 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 اكثر من قصيده منشوره بال من النمط العمودي من كتابة الشعر العامي. ارجع بيك بقى لعلاقتي بوالدي، وعلاقه كانت انا سعيد الحظ اني ما ابنه فعلي توفى هو قبل 30 سنه تقريبا رحمه الله عليه، ولكن لاحظ انني لا اسالك عن علاقتك بوالدك، اسالك كيف اثرت هذه العلاقه بالاب الذي يعد من رموز شعر التفعيل في جيله على تجربتك التي نحوت فيها سريعا الى شعر. خرجت انا على طول، انا خرجت. هل هذا الخروج كان مدفوعا باحساسك بان عليك ان تكتب بشكل مغاير لما يكتب بالاب؟ وان كنت حريص جدا طول الوقت ان انا اكتب بشكل تاني او حتى روح تانيه، انما ما كنتش قادر. يعني أنا كنت بكتب تقريبا نفس الأسلوب اللي بكتب، لأنه أنا صنعته يعني. أنت تنزل من خيوط نفس خيال يعني. بالضبط. وكان بعض أصدقاء اللي كنت بعرض عليهم يعني كان الناس بينبهوني لده، وبرضو أنا بشكرهم جدا طبعا. أنا كنت شايف تستعير أجواء بجازة وتستعير فوداتي. يعني كانك بتكتب قصيدته يعني هذه التهمة التي يعني تهمت بها هي التي جعلتك تلفو مدخل آخر. انك انت بتختلف، انك انت تشتغل على نفسك كويس بقى وتركز جامد وتحاول مبدئيا تغير الشكل. اذا اثبتنا بالدليل ان هذه الفكرة صحيحة. اسمح لي ان انتقل معك الى تجربة مهمة في مسار عملك على رفعك بالشعر أيضا، فهو مهرجان طلسة الدولي الشعر. متى تأسس المهرجان وكيف راودتك هذه الفكرة، رغم أننا نعرف أنها أديرت بميزانيات قليلة جدا فيما يشبه معظم المهرجانات التي تتم بهذا الشكل في عمل أوروبا إلى آخره، ولكنه ليس عملا متعارف عليه بهذه الصلة في العالم العربي ومصر. صحيح. يعني جميل ان احنا نتكلم عن المهرجان، لان انا بحب الكلام عن المهرجان وبحب المهرجان. المهرجان اولا انطلقت اول دوره فيه 2015 سنه 2015، وحققنا 8 دورات متتاليه يعني، وتوقفنا العام الماضي فقط لاسباب خارجه عن الاراده تماما. عملنا من 2015 بالتوالي لغاية 2022، فقط سقط مننا 2023، إن شاء الله نعود السنة دي مجددا إن شاء الله. الفكرة ببساطة شديدة إنه أنا أنت تعرف أنا دعيت وشاركت في عدد من المهرجانات الدولية المختلفة في أماكن مختلفة، في أسبانيا، في فرنسا، في ألمانيا، في المكسيك وغيرها. الناس هناك بيعملوا ده
بمنتهى البراعة، يعني بيقدروا يعملوا أحداث ثقافية مهمة ورصينة وذات قيمة يعني من الهواء بالمجاعة تقريبا يعني. بس لتكلفة يتشارك فيها الجميع. بالضبط يعني يعني ليست مجانية يعني يتحمل الجميع جزء من النفقات. ما لا لا ما أقصدش، لا ما أقصدش هو الضيف ما بيشار ما بيدفعوش، هو الضيف مسافر فقط يعني إذا اعتبرنا ده إذا اعتبرنا دي طبعا طبعا أكيد من النفقات. إنما القصد إنه هو ميزانية الحدث يعني لا تتجاوز بضعة آلاف يعني من لكن صداه وتأثيره قوي جدا. إلى جد صحيح أنا شهدت غدا بنفسي في الإعلام وشاهدته عندما شاركت. أنت كنت ضيف عزيز علينا في الدورة الثانية في وفوجئت بأنني أقرأ الشعر أمام سبع جنسيات مختلفة، أربع لغات وثلاث لغات على الأقل، الفرنسية والإيطالية. عندنا كل سنة عندنا كل سنة كنا حريصين جدا على التنويع الجغرافية دي والتنويع اللسانية دي. أولا إحنا مجموعة قليلة العدد جدا، يعني أنا معايا زملاء ستة آخرين غيري، تحدث عن الفريق العمل فريق العمل المنظم يعني. قعدت معاهم في البداية، أقنعتهم بالفكرة، اقتنعوا جدا وتحمسوا جدا وساعدوني، ولولا جهدهم معايا ما كناش نقدر نعمل حاجة. المسؤولين في مصر يعني قدموا مساعدات في حدود المتاح في حدود المتاحة، مساعدات لوجستية كلها. ثم بدأنا من 2015 ندعو شعراء من كل الدنيا، كل سنة تقريبا كان متوسط الشعراء المشاركين بيدور في فلك الثلاثين، رقم 30. لغاية دلوقتي بعد مرور 8 سنين لما بعمل كشف حساب بلاقي ان انا استضفنا حوالي 220-230 شاعر من 27 دولة خارج العالم العربي، بخلاف دول العالم العربي تتعامل مع العالم العربي كله ان هو وحدة ترجمنا عبر متطوعين من كبار المترجمين المحترفين انت تعرف شبكه المترجمين يعني اسماء مهمه جدا جدا، انا مش عايز يسقط مني اسماء بس منهم، لما من ضمنهم مثلا دكتور علي المنوفي عليه رحمه الله، استاذ اسباني كبير، ودكتور علي البنبي، دكتور حسين محمود، دكتور خالد سالم، اسماء دكتور خالد بلتاجي، دكتور محسن الرملي، عبد الهادي سعدون، وغيرهم من الاسماء المهمه جدا جدا اللي اشتغلت معايا تطوعا ومحبه للشعر ومحبه في الفكره. يعني اكتشفت انه احنا بنكون مترجم لكل شاعر من شعراء الاجانب عدد 10 قصائد في الدوره اللي بيحضرها من لغه الام مباشره. نادرا ما لجأنا الى الترجمه لغه وسيطه اللغه العربيه مش صحيح صحيح ولغة الجمهور للأساس. فبقى عندنا يعني حصيلة من الترجمة الشعر. أنت تنتقل بالشعر إلى الجامعات دي وأكيد الأحياء الشعبية والساحات وساحة السيد البدوي ونوادي الثقافة في القرى وفي الروح على المقاهي، يعني أنت نقلت الشعر إلى الحياة بشكل كبير. الفكرة ببساطة كانت عندنا من فين؟ ما الذي سيجعلنا مميزين؟ ما المختلف؟ ما الجديد بالنسبة لنا؟ هنعمل ايه يعني؟ الجديد نبع في الحقيقة من فكرة مهمة جدا، وهي انه للأسف الشديد عندنا في عالمنا العربي في العموم، للأسف في مصر بشكل أخص يعني، هناك قلق لدى الجمهور من الأماكن ذات الطابع الثقافي. يعني الجمهور العادي غير المعتاد على ارتياد الأماكن الثقافية يتوجس من هذه الأماكن، يعني بدك حكي رغم أن المكان فيه بالضبط يعني بعد مساء شعرية شغالة جوه أو حتى عرض مسرحي حتى
هو يعني هخاف ادخل انا ما اعرفش ايه اللي جوه يعني فغير مألوفة هذه الاماكن غير مألوفة بالنسبه للجمهور العادي ف وبالاخص الشعر واظن فكره الانصاف الجمهور عن الشعر كانت عارفه ايوه ان انا اخد الشعر اروح لهم يعني اذا استنيت علشان يجوا لي محدش هيجي طيب فانا اخدت الشعر رحت انا ببساطه شديده برضو سريعا يعني اقول لك البرنامج اليومي بتاع المهرجان هو بيقام على مدار 4 ايام البرنامج اليومي بيبقى صباحا في 3 فعاليات بتقام بالتوازي في الجامعه بطنطا فيها جامعه عريقه يعني فيها كليات كثيره في كليه اداب مثلا في نفس التوقيت بيبقى في مدرسه من المدارس الحكوميه بس صادق الرفعي مثلا وفي نفس التوقيت في مدرسة أخرى والمدرسة الخاصة مثلا درس ثانوي إعدادي وثانوي وده كان سعيا منا لتربية الذائقة والجمالية وترقية الخيال وتوسعة أنا أذكر الآن أنت نقلتني إلى مشهدي شاعرا أنت قرأت مثلا في كلية تربية مثلا الأداب بجامعة مثلا كنا 7 ألسن بثلاثة ألسن إسباني كان معنا شاعر من البرازيل وكان أكتب البرتغالية يعني وكان شاعر أصلا اللغة الفرنسية أتذكر وثلاثة شعراء عرب نعم للمرة الأولى أقرأ قصيدة أمام حشد من بشعب وزوج شباب ويصل العدد أحيانا 2000 عن عدد استيعاب هذه القاعة من الطلاب قيل بأنها تتسع ل 3000 صحيح طالبة وأنا بعيني مفيش مكان الجميع جلوس والكثير يقصون على حواس القاعة إذا هناك ما يفوق 3500 شخص وهو عدد عندما يتعلق بندوة شعرية عدد في عالمنا العربي كبير جدا طبعا ده بيبقى ده متحقق في بعض الاماكن اللي شفناها شفناها بره فاهم ازاي في مهرجانات شعريه هذه الشعر العامي في كولومبيا مثلا او كذا واماكن مش كتير بالمناسبه وبالاخص هتلاقي متركزه اكتر في امريكا الجنوبيه وعندهم ربما نوع ما من الشعر وليس شعر الناس هم عندهم شرف يعني اسمح لي ايضا يعني ان اشير الى تجربه قصيره أتذكر كيف قرأنا الشعر بثلاث لغات مختلفة دون أن نترجم عندما قررت أن فليقرأ كل إنسان بلغته دون ترجمة صحيح. ثم لعبنا لعبة هل فهمت أم لم تفهم وفوجئت بأن وصلك ولا لا لمن لا يدخلون اللغة العربية واستطاع أن يشرح لنا ما الذي فهمه من القصيدة على الأقل قال هذه قصيدة حب هذه قصيدة عاطفة أمور هذه قصيدة ساخرة هذه قصيدة ساخرة وكانت واحدة من الألعاب الجيدة التي أجاد مهرجان طنطا الدولي للشعر أن يكرس لحضورها أن تستمع إلى الشعر بلغة أخرى ثم تحذب يعني تحذب كيف ما الذي يقوله الشعر حذر فزر يعني صحيح هذه أيضا تجربة جيدة التجربة بتاعت المهرجان في عمومها تجربة سريعة و لا ينكرها إلا جاحد يعني إنما الحديث عن المهرجان أيضا حديث ذو شجون لأنه أيضا المهرجان استهلكني جدا كل حاجة مش بس شاعرا يعني عايز أقول لك مش عيب بقى أن أنا أقول ذا كان عندي أمل عميق يعني أنه أجد جهة ما ترعى هذه الفكرة بعد سنة بعد 2 بعد 3 تكون مرتبطة دائما هناك شخص بالضبط يعني لأنه في مرة هتعب أو في مرة همل يعني أو في مرة مجهودي مش هيسعفني لماذا لا أجد هل الفكرة لم تنتقل في منطقة العدوى الصحية إلى أي وين هي موجودة في يعني وجدت فيما بعد في بعض الدول العربية الأخرى أظن ما فيش مهرجانات شعر دولية سابقة على مهرجان طنطا الدولي للشعر في منطقتنا العربية كلها غير يمكن حاجة أو بتاع خلي تحسب لك انتقل بقى موجود في أكثر من مكان قادرة على الانتشار بأستراليا وهذا
في حد ذاته عمل ثقافي وما لا يعنيني كمان بالمناسبة أنه هو حد يقول أنه مهرجان طنطا كان أسبق أو مش أسبق. الفكرة أن إحنا ألقينا حجرا في بركة الشارع الراكدة وأتمنى أن تكون مفيدة يعني, وما زال عندي أمل أنه أجد جهة ما يعني تهتم بهذا المشروع. يتسود المشروع يعني مشروع مستمر. يعني مشروع تسهيل مهرجان طنطا للشعر الدولي للشعر لإصدار مجموعة من الكتب فيها مثلا يعني ده من ضمن المشاريع كتير ضمن المادة جيدة, وفي النهاية هي مادة جاهزة ولا يريد أحد فيها شيء غير أن تنشر وتصل إلى الناس. أنا ما قلتلكش إحنا عندنا كام قصيدة المهرجان يملكها مترجمة من 17 لغة حية. يعني المهرجان يمتلك ما يزيد عن 550 جاهزة ومعدل حتى إذا سواء كان في منصة إلكترونية بالضبط تم السمع تصل إلى الناس كلها أو في نشر ورقية أو حتى في نشر مسموع إلكتروني. هذا وهي مملوكة للمهرجان يعني من ذخائر المهرجان هذه القصائد يعني تنقلها إلى الناس. الحوار لا ينتهي إذا تحدثنا عن الشعر وصحيح العمل الجيد في الشعر, وهذا بشكل مفتوح طبعا مع الشعر والخيال. سعدت بالحوار معك محمود شرف, شاعرا ومديرا لمهرجان طنطا الدولي للشعر وإعلاميا أحرقا الإعلام وشعر. أنا أسعد أن لا يحترق تماما وأن نسمع منك. لا بالحاجة أنا أسعد وفعلا مبسوط جدا جدا. تعرف الصديق العزيز يعني وشكرا لكل المتابعين يعني. شكرا لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب على إتاحة هذه الفرصة للقاء الشعراء والمفكرين والكتاب والأدباء. دمتم بخير وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.